أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، نحن أمام مجلس عظيم مبارك، المجلس الأول من سلسلة عظيمة مباركة. أسأل الله تعالى بكرمه وفضله ومنه علينا أن يكرمنا بختمها وأن يبلغنا آخرها. ما هي هذه السلسلة يا أحبة في الله؟ من الأمور التي يفرح المؤمن بها هي علاقته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة، تدبرا، فهما، حفظا، مراجعة، شرحا، إلى غير ذلك. عشان هيك بتلاقي الواحد إذا ختم متن حديثي قصير مثل متن الأربعين النووية تلاقي بيفرح وتجده سعيد. ما سبب ذلك؟ قال: أكرمني الله وختمت متنا من متون الحديث. هو عبارة عن 40 حديث جمعهم الإمام النووي، وهذه الأحاديث صحيحة فيما يحتاجه المسلم في يومه وليلته. طيب كيف إذا قدرت تختم البخاري مثلا؟ طيب كيف إذا قدرت تختم مسلم، كتاب صحيح مسلم، سنن الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، سنن الدارمي، سنن البيهقي، شيخ، أسماء عمالقة، أسماء جبال. يصعب جدا، بل يندر في العالم الإسلامي من تجده مر على كل هذه الأحاديث قراءة وفهما وتدبرا. وإذا بتلاقي حدا مر، بيكون مر على كتاب، بيكون عنده مشروع قراءة صحيح البخاري. عم بتكلم أنا عن قراءة مع شو؟ مع شرح وتدبر وفهم للمعاني. وإلا قراءة بدون شرح، بس قراءة أنه يعني مر على الأحاديث، قد تأخذها في سنة، سنتين، ثلاثة، ممكن تخلص صحيح البخاري. بس إنك تختم صحيح البخاري كامل مع شرح وفهم وتدبر معانيه، هذا مشروع عمر. بعدنا بكتاب واحد بس. كيف إذا قلنا صحيح مسلم معه؟ كيف إذا قلنا الترمذي؟ كيف إذا قلنا النسائي؟ كيف إذا قلنا أبو داود؟ كيف إذا قلنا ابن ماجه؟ هذا مشروع ما بده تقريبا 400-500 سنة الواحد منا يكون عمره اللي خلصه. فكان هذا المشروع الذي بين أيدينا مشروع لعالم حي، عالم من علماء هذا الزمان. كما أن الله جل جلاله يقيض ويهيئ لهذه الأمة عبر الأزمنة من يخدم الدين. وخدمة الدين يا أخواني في الله على أصعدة كثيرة. من أعظم أبواب خدمة الدين هو أن تهيئ للأمة فهم الكتاب والسنة بين أيديهم بطريقة سهلة. فيقول هو الشيخ صالح بن أحمد الشامي حفظه الله، يقول: سئلت مرة عن حديث فقلت: لا أدري، لكني أظنه ضعيف. قال: فعندما عدت إلى البيت فراجعت فإذا هذا الحديث في صحيح البخاري. فاتصلت بالسائل وقلت له أن هذا الحديث وجدته في صحيح البخاري وأعتذر منك لخطئي. ثم قلت في نفسي: العودة إلى صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والكتب الأمهات، أمهات كتب السنة، واستخراج الأحاديث الصحيحة منها أمر صعب. لما لا يكون للأمة كتاب واحد جمعت فيه الأحاديث الصحيحة من أمهات الكتب؟ لأنه بالزمن اللي جمع فيه العلماء كتبهم، البخاري ومسلم وغيرهم، هذا زمن ولا علمت عند الأمة
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة من الحسنة من الموضوعة. صحيح وحسن وضعيف موضوع صار معلوم عند الأمة. بس هاي الأحاديث منتشرة وموزعة في الكتب، يعني في أحاديث صحيحة عند الترمذي مش موجودة في البخاري، وفي أحاديث صحيحة بالنسائي مش موجودة عند الترمذي، وفي أحاديث صحيحة بمسند أحمد، وهكذا موزع الأحاديث، لأن الإمام البخاري وضع لنفسه قواعد خاصة في ضبط الحديث الصحيح، ثم بنى عليها الأحاديث واختيار الأحاديث في كتابه، كذلك الإمام مسلم، كذلك الترمذي، كل واحد له قواعد خاصة. مر ذلك الزمان، الآن علمت عند الأمة الأحاديث الصحيحة، في الآن برامج سهلة على تليفونك بتطلع بقول لك صحيح. طبعا بتكلم بناء على تصحيح وتضعيف وتحسين سلف الأمة مش علماء المعاصرين. انتهينا من هذا. طب من يجمع هذه الكتب كلها؟ قال فوقع ذلك في قلبي، فقلت فسألت الله جل جلاله أن يهيئ لي ذلك. ولا أظن حيقول أن هذا الجهد أخذ معه أكثر من 20 سنة، هذا المشروع أنه يقدم للأمة كتاب، بتفتح الكتاب من أوله لآخره، إذا خلصته كله بتستطيع تقول لنفسك أنك أنت مررت على كل الأحاديث الصحيحة في الكتب، في أمهات كتب الحديث. فجمعها في كتاب سماه معالم السنة النبوية. معالم السنة النبوية مجموع من كتب عدد أحاديث 114,000 وشوي أحاديث، فجمعها بكتاب معالم السنة النبوية بقلبه 28,000 وشوي حديث، يعني أقل من الربع. ثم هذا الكتاب معالم السنة النبوية قد يكون فيه بعض الأحاديث في نفس الباب التي تدل على نفس المعنى، فاختصر المكرر منها فجمعها في كتاب سماه كتاب الوجيز. كتاب الوجيز من أصل 28,000 حديث جمع فيه 1,400 حديث، 680 حديث منهم في البخاري ومسلم في الصحيحين، يعني ما يقارب الثلثين أو أقل بشوي. ووضع هذه الأحاديث على ترتيب الأبواب فيما لا يسع المسلم جهله، عندك في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في المناقب إلى غير ذلك. هلا حنشوفها مع بعضنا. اليوم حنقرأ مع بعضنا مقدمة كتابين، كتاب معالم السنة النبوية الكتاب الأول اللي جمعه من 14 كتاب من أمهات كتب الحديث، وحنقرأ مقدمة الكتاب الثاني اللي هو كتاب الوجيز، ثم إن بقي معنا وقت ممكن نشرع في قراءة حديث واحد للبركة، ثم ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله جل جلاله نشرع بهذه السلسلة المباركة. وأسأل من الله الآن أن يرزقني وإياكم الاستقامة على هذا المجلس حتى نختم هذا الكتاب. ممكن يأخذ معنا سنة يا إخواني، ممكن يأخذ سنتين أكثر أقل، هذا البركة في الوقت من الله. إحنا حنحاول عندما نمر على الحديث نبين ويعني نلحظ بعض الفوائد المستنبطة منه، بعض الأحكام الشرعية، بعض نبين بعض المفردات الصعبة، بحيث إذا مررت على هذا الحديث في كتاب من الكتب في يوم من الأيام تستطيع تفهمه. يعني بإذن الله جل جلاله اللي بركز ويسأل من الله الصدق وبيتوجه بقلبه ويخلص النية، الله جل جلاله بعد هذه السلسلة يعطيه فهم أغلب أبواب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أشرف العلوم ما كان متصلا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحمد الله تعالى أن يسر لي الخدمة في هذا الرحاب الكريم، ونحن نحمد الله أن يسر لنا هذا المجلس في رحاب السنة النبوية. فمنذ 20 عاما بدأت العمل على الجمع بين الصحيحين، ثم تبع ذلك كتب أخرى شكلت بمجموعها مشروع تقريب السنة المطهرة،
وقد يسر الله تعالى بفضله ومنه وكرمه إخراج 14 كتابا من كتب السنة الشريفة ضمن هذا المشروع، وهي الكتب التي قدمها العلماء على غيرها. وأقدم اليوم أو وأقدم اليوم للكتاب 15، وبه يكون تمام هذا المشروع. طبعا بيتكلم هو كان لسه مش كاتب كتاب الوجيز، كتاب الوجيز رقم 16. وسيضم هذا الكتاب بين دفتيه خلاصة وافية للكتب التي سبقته جميعها، وسيضم هذا الكتاب بين دفتيه خلاصة وافية للكتب التي سبقته جميعها، ولهذا سميته معالم السنة النبوية. وأرجو أن يجد فيه كل مسلم حاجته مما يلزمه العلم به في أمور دينه ودنياه. ولم يكن لهذا الكتاب أن يظهر لولا الجهود التي بذلت في إعداد ما سبقه، فالحمد لله على ما أعان ويسر، وله الحمد كله. وفي هذه المقدمة سأتكلم عن أمرين: شرح أهداف المشروع، وبيان ما قدمه لطلبة العلم باعتباره أصلا لهذا الكتاب. ثانيا الحديث عن هذا الكتاب، وهذا كان في غرة شعبان، أي أول شعبان في السنة 1434 2013، من حوالي 8 سنوات. شيخ صالح الشامي يقول: مشروع تقريب السنة المطهرة. ضم هذا المشروع تحت جناحيه 14 كتابا. انت بالكتاب اللي حتقرأه معنا بها السلسلة ان شاء الله، هذا الكتاب شو جمع؟ شو الكتب اللي جمعها هذا الكتاب؟ شوف معي الكتب. اولا: موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، الجامع الصحيح للإمام البخاري، الجامع الصحيح للإمام مسلم، سنن الإمام أبي داود، جامع الإمام الترمذي، سنن الإمام النسائي، سنن الإمام ابن ماجة، سنن الإمام الدارمي، السنن الكبرى للبيهقي، صحيح الإمام ابن خزيمة، صحيح الإمام ابن حبان، مستدرك الإمام الحاكم، الأحاديث المختارة للإمام المقدسي. 14 كتاب، لا يمكن أن يخرج حديث من هذه الكتب، لا يمكن. أي حديث في بالك تمر عليه موجود في هذه الكتب 14. ولكن كيف تستطيع تمر على كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فجمعها في كتاب واحد؟ قال: وقد صدر هذا المشروع في 6 كتب، وهي الجامع بين الصحيحين، وزوائد السنن على الصحيحين، وزوائد الموطأ والمسند، وزوائد السنن الكبرى للبيهقي، وزوائد ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك على الكتب 9، وزوائد الأحاديث المختارة على الكتب 9. شو الهدف من هذا الكتاب؟ إن الهدف الرئيس من هذا المشروع هو حذف الأحاديث المكررة، واحد، بحيث لا يذكر الحديث الواحد إلا مرة واحدة. والمقصود بالحديث الواحد هو ما رواه أحد الصحابة وتكرر ذكره في الكتاب الواحد أو في هذه الكتب أكثر من مرة. مثال الحديث اللي رواه سيدنا عمر رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات، ذكر الإمام البخاري بكتابه 7 مرات. إذا بتجيبنا كتاب صحيح البخاري مذكور كتاب إنما الأعمال بالنيات 7 مرات، فهو بهذا المشروع اللي عمله حذف المكرر ما رواه نفس الصحابي. أما إذا نفس الحديث رواه صحابي تاني ذكره بكتاب معالم السنة النبوية، هل الكتاب اللي بعد معالم السنة اللي هو الوجيز حذف منه كذلك ما رواه أكثر من صحابي في نفس الحديث حتى لا يبقى فيه أي تكرار أبدا؟ عم بقول لك هو الحديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري 7 مرات، ورواه كذلك أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان، فليش مكرر في كل هذه الكتب؟ فجمعه في كتاب واحد وحذف المكرر، جاء بالحديث فقط. قال: وفي مثل هذه الحالة يكتفي بذكر هذا الحديث مرة واحدة تحت الباب الذي هو موضوعه، ولو أن هذا الحديث روي عن صحابي آخر غير عمر فإنه لا يحذف هذا بهذا الكتاب، لأن هذا لا يعد تكرارا بل هو حديث آخر لاختلاف الصحابي. شو فائدة هذا المشروع اللي بين إيدينا اللي بدنا نمشي فيه إن شاء الله تعالى؟ قال: تظهر هذه الفائدة عندما نقف أمام الإحصائية التالية: إن مجموع أحاديث هذه الكتب 14، 14 كتاب اللي قرأناهم مع بعضنا أسماء، عدد الأحاديث اللي فيهم 114,194 حديث،
منها الصحيح ومنها الحسن منها الضعيف منها الموضوع. ومجموعها في هذا المشروع بعد حذف المكرر هو 28,430 حديثا، يعني قديش تقريبا؟ أقل من ربع. وبالمقارنة بين الرقمين يتبين أن الرقم الثاني يعدل أقل من ربع الرقم الأول. وبهذا يظهر كم وفر هذا المشروع على طالب العلم من الوقت. وأمر آخر هو أن هذه الكتب الستة السابق ذكرها رتبت وفق منهج واحد، فالمقاصد فيها والكتب والفصول والأبواب ذات أرقام موحدة، مما يتيح للباحث الحصول على مادة موضوع ما في وقت يسير، وهو أمر لم يكن ممكنا قبل وجود هذا المشروع. اللهم لك الحمد. مكانة كتب هذا المشروع، حنمر شوي على الـ14 كتاب اللي نحن لخصناهم بهالكتاب. شو هن هو الـ14 كتاب؟ أغلبنا يمكن سامع بس بالبخاري ومسلم وترمذي نسائي، بس ما بيعرف الـ14 كتاب شو هن بالنسبة للأمة اللي إجا الإمام صالح الشامي وجمع لنا في كتاب واحد. يقول: تعد هذه الكتب أهم وأعظم كتب السنة، وقد قدمها العلماء على غيرها وأشادوا بمكانتها، وأذكر هنا بعض الأقوال الواردة في ذلك بشأنها باختصار. قال الإمام النووي: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، ولم يشذ عن ذلك إلا إنسان شاذ. فإذن أنا حمر على أحاديث، وهلا حتشوفوا اطلقن بالألف بالحديث بكتاب الوجيز بألف 1400 حديث، 680 حديث منهم من البخاري ومسلم، يعني ما يقارب الثلثين. قال العلامة الكتاني في الرسالة المستطرفة: فمنها أي كتب الحديث ما ينبغي لطالب العلم البداءة به، وهي أمهات الكتب الحديثية وأصولها وأشهرها، وهي ستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. لازم طالب العلم، لازم المسلم يبدأ بهالكتب الستة. طب كيف بده يمر عليهم كلهم سوا؟ صعب صعب، عم تحكي عن آلاف الأحاديث، يمضي عمره ولا ينتهي من ذلك. ثم قال: وقال ابن الصلاح والنووي وابن حجر: لو جعل مسند الدارمي سادسا لكان أولى. ومسند الدارمي موجود مع هالكتب، يعني أنا الله أكرمني عندما ذهبت للهند وباكستان وبنغلاديش زرنا المدارس الشرعية الكبيرة التي يبقى الطالب فيها 7 سنين، 7 سنين عم يدرس فيها، ممكن يمر على كتاب من الكتب السبعة شرح، ولكن بمروا على الكتب الستة أو السبعة بمروا عليها فقط قراءة، ممكن يشرحوا لهم بس موطأ مالك لأنه أصرها، ولكن كل باقي الكتب بمروا عليها قراءة. ما في، إذا بده يقرأ الكتب الستة قراءة مع شرح وتفصيل مستحيل ينتهي بأقل من 20-30 سنة. قال: وجعل ابن الأثير صاحب جامع الأصول الموطأ سادسا، موطأ الإمام مالك. وقال العلامة الخولي: الكتب الستة كادت لا تغادر من صحيح الأحاديث إلا النزر اليسير، وهي التي عليها يعتمد المستنبطون، وبضوئها يهتدي الضال، وببرد يقينها تثلج الصدور. قال الإمام أحمد: إن هذا الكتاب المسند، يعني اللي جمعه الإمام أحمد، شوف كيف جمعه، قال: إن هذا الكتاب المسند قد جمعته وأتقنته من أكثر من 750,000 حديث. مسند الإمام أحمد جمعه من إيديه 750,000. الكتب الـ14 فيها 114,000 حديث، أكيد طبعا فيها يعني 750,000 أغلبها لا يصح، كثير منها لا يصح، بس كم مرت عليه أحاديث، وكم كان عنده بعد توفيق الله جل جلاله العلم الكافي الوافي الذي يستطيع فيه أن ينقي هذه الأحاديث صحيحها من سقيمها. قال: فما اختلف فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. قال الإمام ابن الصلاح: لا يخدعن طالب العلم عن كتاب السنن الكبرى. طب بتقول لي نرجع شوي لورا، بتقول لي طب هاي الإمام أحمد جمعهم جامع؟ لا، وين كتاب؟ تعرف قديش مسلم أحمد كم مجلد؟ 30 مجلد، فيه كثير من المكررات أو الأحاديث التي ذكرها لها عدة طرق، أحيانا بيكون حديث واحد له 10 طرق 15 طريق. شو اللي عمله الإمام الشامي رحمه حفظه الله؟ قال: جمع هذه الطرق واختصرها في حديث واحد. وقال ابن الصلاح: لا يخدعن طالب العلم عن كتاب السنن الكبرى للبيهقي، فإن لا نعلم مثله في بابه، والسنن الكبرى موجود مع الـ14 كتاب. وقال الإمام السبكي: أما السنن الكبير فما صنف في علم الحديث مثله تهذيبا وترتيبا وجودة،
وقال السخوي: كتاب السنن للبيهقي استوعب أكثر أحاديث الأحكام لا نعلم في بابه مثله. وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة: ومنها كتب التزم أهلها فيها الصحة غير الموطأ والصحيحين، منها صحيح ابن خزيمة ويعرف عند المحدثين بإمام الأئمة، ومنها صحيح أبي حاتم محمد بن حبان، ومنها صحيح أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: صحيح ابن خزيمة والمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع لابن حبان، والمستدرك على الصحيحين للحاكم. هذه الكتب الثلاثة هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين للبخاري ومسلم. سنختصر من هذه الأقوال لنأتي لهذا الكتاب. شو هو هذا الكتاب؟ قال: إن الهدف الذي يقصد إليه هذا الكتاب هو إيجاد. أنت ليش قاعد بهالمجلس الآن؟ عشان تعرف مقصد جلوسك بعد إرضاء الله عز وجل وأخذ نور وبركة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هو إيجاد مرجع لكل مسلم أيا كانت ثقافته، يعني إديش مستوى العلمي، يرجع إليه للوقوف على الأحاديث النبوية الشريفة التي توضح له ما يهمه في كل شؤونه، دينية كانت أم دنيوية. وبتعبير آخر، إيجاد كتاب يحوي مجمل السنة بحيث يلم قارئه بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في كل شأن دونته كتب السنة المطهرة. وللوصول إلى هذا الهدف كان لابد من الأمور التالية: جمع مادة الكتاب. كيف نحن بدنا نجمع الكتاب؟ جاب الشيخ 14 مرجع وجمع هذه الحديث. قال: رأينا أن أحاديث الكتب 14 قد أصبحت مجموعة ومرتبة ومحذوفا مكررها، فبعد أن كانت 114,194 حديث أصبحت 28,000 حديث و430. ولكن هذا الجمع جاء موزعا على 6 كتب، هي الجامع بين الصحيحين وما تلاه من كتب الزوائد التي بلغ أجزاؤها 22 مجلدا. وإذا كان الأمر أصبح ميسرا على طالب العلم إذا أراد بحثا أن يرجع إليه في هذه الكتب ذات الترتيب الواحد، فإن ذلك غير متصور من غيره. لذا كان من المستحسن جمع مادة هذه الكتب في كتاب واحد، ما في الإنسان يرجع ل 14 مرجع مرة واحدة. اختيار الأحاديث المراد وضعها في هذا الكتاب: بعد جمع الأحاديث من هذه الكتب سنجد أنفسنا أمام أحاديث كثيرة يمكن الاستغناء عنها، طبعا مش الاستغناء عنها بالكلية، إنما الاستغناء عنها بهذه المرحلة. أنا بمرحلة إنسان مبتدئ في طلب العلم، إنسان عامي حابب حط بين إيدي ببيتي مع مرتي وأولادي بمسجدي كتاب اقدر إذا قرأت كله مرت على كل الأحاديث، فنعم يستغنى عن باقي الأحاديث. لكن في مجال الاستنباط والعلم والأصول واستنباط الأحكام لابد للفقيه أن يضع أمامه كل الروايات. أحيانا حرف إذا اختلف بين رواية ورواية يندرج عليه وينبني عليه اختلاف حكم كامل. قال: لذا كان لابد من خطة يتم الانتقاء على أساسها، وإن وضوح الغاية وتحديد المقصد يساعد على الاختيار كما يساعد على اختصار الزمن والإفادة من الوقت. وبعد النظر وجدت أن الأحاديث المطلوب اختيارها من كل باب ينبغي أن تلبي مطلبين: أن تتضمن كل الأحكام الموجودة في الباب محل البحث، أن تشتمل كل المعاني على كل المعاني الواردة فيه كذلك. وأما الطريقة التي يمكن تحقيق ذلك من خلالها فهي فتح هذه الكتب الستة التي حوت الكتب 14 على الباب الأول. مثلا فتحنا الباب الأول اللي هو باب شو؟ باب الإخلاص في البخاري، فتحنا الباب الأول بمسلم، فتحنا الباب الأول بالترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، فتحنا الباب الأول هيك عمل، ثم نظر إلى أحاديث كتاب الأول والثاني والثالث والرابع، ثم جمع هذه الأحاديث مع بعضها وبدأ يحذف المكرر منها، ثم جمعها في مجموعة أحاديث ووضعها في كتابه الذي هو بين أيدينا. وبعد دراسة الأحاديث الواردة في هذا الباب في الكتب الستة يتم اختيار الأحاديث التي توفر المطلبين السابقين بغض النظر عن قلة هذه الأحاديث أو كثرتها، إذ المقصود تغطية الأحكام والمعاني الموجودة في أحاديث الباب. وبإعمال هذين الضابطين نستطيع حذف كثير من الأحاديث المكررة أو التي تتطابق في المعنى أو تتقارب. وهنا قد يسأل بعضهم: من أين جاء التكرار وقد سبق الحديث عن حذفها؟
وللجواب على هذا السؤال أقول: الأحاديث المكررة هنا هي غير الأحاديث التي سبق حذفها في المشروع الأول، فالأحاديث المحذوفة سابقا هي المكررة اصطلاحا، والأحاديث المراد حذفها هنا هي المكررة فعلا. ويحسن بي أن أوضح ذلك بمثال حتى نشوف كيف حذف. إن الحديث الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة مروي عن أبي هريرة في المشروع السابق 3 مرات عند البخاري وعند مسلم وعند أحمد، فهذا مكرر اصطلاحا، يعني مصطلحات وحدة، لأنه ورد عن الصحابي نفسه 3 مرات فاكتفيت بذكره مرة واحدة، قام 2 وخلى وحدة. ولكن هذا الحديث نفسه الحرب خدعة أو خدعة رواه صحابة آخرون عن أبي هريرة، نفس الحديث بس فيه له طرق أخرى، هم جابر وابن عباس وكعب وعائشة، وروايتهم لا تعد تكرارا للحديث لاختلاف الصحابي، فحديث جابر ليس تكرارا لحديث ابن عباس أو كعب أو عائشة، بل حديث كل واحد منهم حديث قائم بذاته. مفهوم يا إخواني؟ يعني لفظ الحديث إذا كان مكرر بنفس الراوي بنحذفه، أما إذا تغير الصحابي الراوي بنخليه. وفي هذا الكتاب سأكتفي بذكر هذا الحديث وأمثاله مرة واحدة، لأن الغاية ذكر المعنى أو الحكم مرة واحدة، وكذلك الأحاديث التي تتقارب في المضمون أو تتطابق فإني أكتفي بذكر أحدها، وهذا يساعد كثيرا في تخفيف العبء عن القارئ وتصغير حجم الكتاب. وقد آتت هذه الطريقة أكلها، فتقلص عدد الأحاديث من 28,000 حديث ليصبح 3,921، وهو عدد أحاديث هذا الكتاب اللي هو شو هو؟ معالم السنة النبوية. اختيار الأحاديث الصحيحة، عملت على الاقتصار على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأما الأحاديث الضعيفة فإني أذكرها في الحالات الآتية. يعني أغلب الكتاب حديث صحيح وحسن، في بعض الأحاديث الضعيفة اللي إجت بفضائل الأعمال، والتي قال العلماء أن الحديث الضعيف في باب الفضائل يجوز ذكره. قال: أن يكون في الحديث الضعيف ما يوضح أو يبين معنى من المعاني في حديث صحيح، يعني ما أنشأ معنى جديد تم اختياره، فيكون التفسير والبيان هو المطلوب. 2، أن يكون الحديث الضعيف متداولا على الألسنة وليس في الباب غيره، فإني أذكره لبيان ضعفه. أن تكون أحاديث الباب كلها ضعيفة والموضوع في فضائل الأعمال، فإني أذكره أخذا بطريقة الإمام أحمد، وهو الحقيقة إجماع علماء أغلب علماء الحديث أنه يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وبالجملة فالأحاديث الضعيفة التي رأيت ذكرها كانت قليلة، إذ بلغت 33 حديثا، وعشرة أحاديث حسنة قال بعضهم بضعفها، ولم أذكر حديثا شديد الضعف. ومع ذلك فإن هذه الأحاديث ستكون واضحة متميزة عن غيرها، وذلك بوضع الحكم عليها على سطح رمادي اللون. وأحب أن أقول هنا إن عدد أحاديث الصحيحين المذكورة في هذا الكتاب بلغ 2,131 حديثا، أي أكثر من نصف أحاديث الكتاب، وتعدل نسبتها 55%، وكفى بهذا دلالة على مكانة الصحيح في هذا الكتاب. رتب الأحاديث بطريقة لا تهمنا كثيرا، لأنه نحن مش هنقرأ بهذا الكتاب، بس بدي مر على بعض مسألة كيف حط الأبواب، ثم ننتقل لمقدمة الكتاب الثاني. هذه بعض الملحوظات المساعدة على الاستفادة من الكتاب. كيف إجت الكتاب اللي حنقرأه إن شاء الله، كتاب الوجيز، شو هي الأبواب اللي بقلبه؟ قال: جاء ترتيب هذا الكتاب وفقا لما سبق العمل عليه في الكتب السابقة، وهو ترتيب مبتكر، يعني مش البخاري ما بوب هيك، ولا مسلم ولا ترمذي، هذا مبتكر من الشيخ الشامي. يعرض مادة الكتاب من خلال 10 مقاصد: المقصد الأول العقيدة، الثاني العلم ومصادره، الثالث العبادات، الرابع أحكام الأسرة، 5 الحاجات الضرورية، 6 المعاملات، 7 الإمامة وشؤون الحكم، 8 الرقائق والأخلاق والأداب، 9 التاريخ والسير والمناقب، مناقب يعني الفضائل، مناقب الصحابة، مناقب الأنبياء هكذا، 10 كتاب الفتن، وهو كتاب جميل جدا، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونصل إليه. وينضوي تحت كل مقصد كتب، وتحت كل كتاب فصول، وفي كل فصل أبواب. هاي المصطلحات ما حتهمنا، لأنه نحن ما حنقرأ من هذا الكتاب. وبعد، فهذا ما يسر الله بعونه عمله لجمع هذا الكتاب، الذي أرجو أن يكون وافيا بالغرض الذي قصد إليه، ملبيا لحاجة كل مسلم فيما يجب عليه من
تعرفه على النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وقد رأينا كيف أن كل كتاب من الكتب الأربعة عشر هي التي هي أصل هذا الكتاب كان خلاصة لمئات الآلاف من الأحاديث التي كانت لدى مؤلفه فاختار كتابه منها. وفي هذا المؤلف أقدم خلاصة لمجموع تلك الخلاصات وافية بالأحكام إن شاء الله، أمينة على المعاني، ولعلها بهذه المواصفات تكون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت الكتاب ومثله معه. سنقف هنا لننتقل للكتاب الذي سنقرأه سويا بإذن الله عز وجل، والذي اختصره الكاتب من كتاب معالم السنة النبوية. الكتاب اسمه إخواني كتاب الوجيز في السنة النبوية، وحط له عنوان فرعي: جمع ما لا يسع المسلم جهله. يعني كل حديث في هذا الباب يجب على المسلم العلم به، أي العلم بالأحكام المستنبطة منه. مطبوع في دار القلم، نحن إن شاء الله لأنه أعلننا عن الموضوع من يومين فما لحقنا نجيب الكتب. الإخوة إن شاء الله تعالى الذين نووا، ونسأل الله أن يرزقنا وياهم الصدق في نية الاستقامة على المجلس، يمكن يا إخوان عم أخبركم المجلس يأخذ معنا سنة أكثر أقل لنوى يستقيم وأراد الكتاب، والكتاب أساس للأمان، اللي بده يقرأ بدون كتاب فبيستفيد بك من باب النور والبركة والأجور، ولكن من أراد أن يستفيد لابد للكتاب أن يكون بين يديه. وهذا كتاب يقنى إن شاء الله بعد ما نخلصه بتقرأه مع أهلك، تعمل ختمة تاني مع مرتك مع أولادك فيه بالبيت، كتاب رائع وجميل، فلابد أن يدون عليه الملاحظات. فنحن إن شاء الله حنبحث عن أفضل سعر له بإذن الله عز وجل، ونحاول نأمنه إن شاء الله تعالى. فالذي يعني نوى ذلك بصدق يسجل اسمه عند الشيخ أبو حمزة والشيخ أبو مالك بعد الدرس، حتى إن شاء الله تعالى نحصل عدد، وعند النساء يسجلوا الأسماء عند أهلي إن شاء الله حتى نحصل عدد، ونأتي بالكتاب في الأسبوع القادم إن مد الله في أعمارنا. مقدمة هذا الكتاب كتاب الوجيز يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد طلبت مني إحدى الهيئات الدعوية أن أختصر لهم كتاب معالم السنة النبوية اللي بقلبه قد إيه قلنا؟ لا، 114,000 حديث، 14 كتاب، 3,921 تقريبا كتاب معالم السنة النبوية. هو اختصر ال 14 كتاب ب 3,900 حديث وشوي. هلأ كتاب الوجيز هو اختصر فيه معالم السنة النبوية، وهو الكتاب الجامع الذي يسر الله لي جمعه بحيث يخرج في مجلد واحد. معالم السنة النبوية كم مجلد؟ 3، وذلك بغية ترجمته إلى اللغات الأخرى. ولما في ذلك من خير، فقد وافقت على الطلب ورأيت أن هذا الكتاب ينبغي أن يتوفر فيه أمران: أن يلبي حاجة الفرد المسلم في معرفة أحكام كل ما يهمه من أمر دينه، وكذلك في أمر دنياه في معاملاته وعلاقاته الاجتماعية وغير ذلك، والثاني أن يعطي تصورا عاما عن هذا الدين الحنيف وخصائصه ومزاياه. وقد يسر الله تعالى بعونه اختيار الأحاديث التي تلبي هذين المطلبين، وتم جمع المادة التي تكون هذا الكتاب. وبعد أن استكمل العمل رأيت أن طباعته باللغة العربية قد تكون مفيدة لشريحة واسعة من القراء الذين لا يجدون الوقت للمطولات، وقد اقتصرت فيه على ذكر الأحاديث الصحيحة ومعظمها مما في الصحيحين، وما ذكرته من الأحاديث الحسنة فهو قليل، ولم أذكر فيه حديثا ضعيفا، ما في ولا حديث ضعيف. وقد بلغ عدد أحاديث الكتاب 1,300 حديث، منها 860 مما في الصحيحين، والله المرجو وأن ينفع به وأن يكون مؤديا للغرض الذي أنشئ من أجله. هذا، وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا الكتاب كتب من حوالي 6 سنوات. بحوث الكتاب: جاء الكتاب مقسما إلى 9 مقاصد، وتحت كل مقصد كتب، وتحت كل كتاب فصول، وتحت كل فصل أبواب، تقريبا مثل المعالم السنة النبوية. أما المقاصد فهي: المقصد الأول العقيدة، بعدين العلم، عبادات، أحكام أسرة، حاجات ضرورية، معاملات إمامة وشؤون الحكم، الرقائق والأخلاق والأداب والسيرة النبوية. شو اللي حذفه؟ كتاب الفتن. ولعلنا إن شاء الله إذا يسر الله لنا نقرأه من كتاب معالم السنة النبوية.
حيمر معنا بعض المصطلحات بالكتاب، بس تلاقوا حرف الخاء يعني البخاري، ميم مسلم، قاف متفق عليه، خاء معلقة البخاري، دال سنن أبي داود، تاء سنن الترمذي، نون سنن النسائي، جيم سنن ابن ماجة، ميم ياء سنن الدارمي، حاميم مسند، طاء الموطأ، ميم هاء ابن خزيمة، حاء باء ابن حبان، كاف المستدرك، هاء قاف سنن البيهقي، ميم خال حديث المختارة، تاء إشارة إلى ذكر بعض التعليقات على بعض الأحاديث. قبل أن نقرأ الحديث الأول من الكتاب، هو بدأه كنا العقائد أولا، كتاب الأول الإسلام والإيمان. أمر أساسي يا أحبة في الله في قراءة الأحاديث، وهذه الأمور يعني مش دائما حنعيدها، فلذلك نحاول نركز عليها الآن لعلنا بس نتذكرها في كل مرة بسرعة العجالة. الحديث ما بتأخذ نوره إلا بالأدب، الحديث لا تأخذ النور منه إلا بالأدب. فإذا كان الأدب في المجلس وفي الجالس في المستمع والمتكلم، الله جل جلاله يعطينا النور. لذلك كان الأئمة كالإمام مالك وغيرهم لا يرضون أن يكون مجلس الحديث مجلس عادي، فكانوا يطلبون أن يبخر المجلس وأن يعطر وأن يكون الحاضرون فيه على مستوى أنيق من النظافة والعطر والتأدب. لذلك مشايخنا كان دائما يخبرونا جزاهم الله خير بحلقة تعليم لابد أن نكون متوضئين، لابد أن نكون متعطرين، ولابد أن نكون متسوكين، خاصة من ابتلاه الله جل جلاله بمرض الدخان أو الأرجيلة، يكون سواكه بجيبته هو متسوك، عطر نفسه، عطر ثوبه، عطر بدنه، عطر لسانه، لأنه بالمجلس بده يمر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشرات المرات، فكل شوي بده تقول صلى الله عليه وسلم. بدك تجلس بجلسة أدب. فلذلك العلماء ما كانوا يرضوا أن واحد يجلس في المجلس مستلقي نايم، قال أنا بسمع أنا ونايم ما في نور، وهذا يؤثر على المجلس على بركة المجلس. أو يجلس عذرا منكم يمد قدميه إلى المتكلم أو يمد قدميه إلى القبلة، فهذا كذلك ليس من الأدب. وإذا أردتم تمام الأدب في المجلس أن يكون على الأرض، إلا للمضطر أن يجلس على الركب على الأرض، كجلسة جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم الحديث عندما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الحديث المشهور المعروف، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب. قال علماء شديد البياض كناية على شدة النظافة، شديد سواد الشعر كناية على تهذيب وترجيل وتسريح وإكرام شعره، وأنه ليس مسافر وأنه شاب قوي. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني مطيب متعطر نازل مبين من بيته، لا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جلس؟ قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. الجلوس على الركب هذا أمر إذا عود المرء نفسه عليه الله جل جلاله يعطيه نورا خاصا، لأنه على قدر المجاهدة تأتي المشاهدة، فمن جاهد نفسه في مجلس العلم الله تعالى يعطيه على قدر المجاهدة. والجلوس على الركب بخليك تتوجه، شو تتوجه؟ يعني تركز ما تلتهي. لذلك نحاول الإنسان في هذا المجلس يا إخواني في الله أن يعني يتأدب مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أولا بظاهره ثم بباطنه. من الصفات التي لابد أن توجد عندنا صفات باطنية، أولا أن نجلس بصفة التصديق، تصديق كل ما أسمعه. ثانيا أن نجلس بصفة التعظيم، بقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام معظم. كان أحد التابعين مر على رجل يلعب بالخذف أو الصحابة، فقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا،
وقال إنه لا يقتل الصيد ولكنه يفقأ العين. ثم مشى ثم عاد إليه فوجده يلعب به فقال أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ولا تدعه، والله لا أكلمك أبدا. هذا يدل على تعظيم، يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول لي بس أنا بشوف وهو بشوف نسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد ما نجلس بالتصديق بنجلس بالتعظيم، بنجلس ثلاثة بنية التطبيق. يا فرحتي بكرة بعد أشهر ولا سنة ولا أكثر ولا أقل خلصنا كتاب الوجيز، ويمكن أخذت إجازة أو أخذت شهادة مشاركة في دورة كتاب الوجيز ورحت علقتها عندك بالبيت بالصالون، أنا ختمت كتاب الوجيز. هذه ما وزنها عند الله يوم القيامة؟ الله يوم القيامة وحصل ما في الرفوف ولا حصل ما في الصدور؟ يمكن واحد بعد مجلس الوجيز بعد سنة قال فعلا أنا تغيرت حياتي بعد هذا المجلس، تعلمت كثيرا من الأمور ما كنت أعلمها، علمت كثيرا من الأمور فطبقتها، غيرت معاملاتي معاشراتي مع زوجتي مع أولادي غيرت. فهذا التغيير هو المقبول، هذا التغيير هو المراد من هذا المجلس المبارك، أما غير هذا فليس بمراد. أما السماع فقط للمعلومات ليس بمراد. فنجلس بنية التطبيق ثلاثة أربعة، نجلس إن شاء الله تعالى بنية التبليغ. نحن ما بنطلع 1% يا إخواني من الناس اللي في الخارج، كثير من الشباب نحن بعدنا بالأول. لو واحد لو كل واحد منكم يا إخواني قديش نحن هلأ 50 60 70 اللي نحن، لو كل واحد منا الآن نوى التنين الجاي يجيب معه شاب، بالله عليك ما بتعرف واحد فيك تجيبه معك؟ شو معقول فيش عندك صاحب قريب منك ما فيك تجيبه معك؟ أخوك بالبيت صاحبك صديقك. العبرة أنك تروح تفهم والله في مجلس مبارك إذا استقمنا عليه بفترة معينة من كل مرينا على كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ما بلشنا المرة الماضية الشيخ بس بلش بالمقدمة، الأسبوع القادم بدنا نبلش. لو كل واحد منا ذهب من هنا بنية التبليغ، بنية التشكيل، بنية التحريض، بنية التحفيز، بنية الخوف الخائف على الأمة، المحب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة، لكان حالنا مختلف كتير يا إخواني. بس اليوم هم أنا حضرت المجلس وانبسطت فيه وسمعت ومبسوط في هذا المجلس. طب تمام، ولكن كمال التمام كمال الفضيلة أن تنشر هذا لغيرك. فإذا جلسنا بهذه المجالس يا إخواني في الله بهذه الصفات، الصفات الظاهرية والصفات الباطنية، الله جل جلاله يعطينا البركة والنور من هذا المجلس. وهذه المجالس يا أحبابي بدأ استقامي وبدأ صبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يتصبر يصبره الله، اللي بيتصبر يصبره الله، لأنه النفس أمارة بالسوء والشيطان موجود. بكرة بعد أسبوعين ثلاثة أربعة نفسك بشرية تقول خلاص يعني سمعنا بكفي هالقد. كيف كانوا يا الله سلف الأمة يا إخواني في الله، السلف المباركين في القرون المباركة يجلس سنوات حتى يختم كتاب واحد. هذه الهمة اللي موجودة عندهم هي التي كتب الله تعالى بسببها لهم القبول. فهذا الشيخ جزا الله خير عنا قعد 20 سنة يشتغل بكتاب. أنت لا مرتاح حطه بين إيديك وهي الشاشة مضوي قدامك وبكرة الكتاب بيكون بين إيديك وقعد تقرأ، بس حتى نقل حديث وحطه هون قعد 20 سنة يشتغل، وأكيد قام الليل وبكى بين يدي الله وكان يدعي ربنا ويطلع صدقات، وأكيد مرته احتاجته فتأخر عنا وابنه احتاجه فتأخر عنه وبنته احتاجته فتأخر عنا وشغله يمكن مرض وتعب. بسبب إخلاصه واستقامته طلع معه هذا الكتاب بعد 20 سنة. فلذلك حري بنا أن نهتم به وأن نسأل من ربنا جل جلاله أن يكرمنا بالاستقامة. لذلك أخواني من مشاكل طلبة العلم اليوم، مشاكل الشباب الملتزم اليوم، أنه بحب ينطنط كتير، حبي نطنط كتير إن صح التعبير. ساعة هون بلش بالكتاب برجع بوقفه، بلش كتاب تاني برجع بوقفه، بيقرأ منه كم صفحة برجع بوقف كم صفحة، ضايع بتحسه. إذا أكرمك الله جل جلاله بمن يضع بين يديك منهجية القراءة، منهجية طلب العلم، منهجية ملء القلوب بالإيمان، فافرح
والله إذا بروح على المكتب هلأ كلنا منضيع، آلاف الكتب فيها، آلاف آلاف. شو بده يقرأ الواحد؟ قال لابد من منهجية. شو بلش؟ شو الحجرة الأولى اللي ببني عليها؟ شو الثانية؟ وهذا الكتب من الكتب التي كتب الله لها القبول الآن في العالم. حتى لا أخفيكم، أنا ما اخترته من نفسي، يعني استشرت أكثر من 50 بفضل الله تعالى من 50 عالم فيه. عندي مجموعات لعلماء في لبنان وخارج لبنان استشرتهم فيه، حتى سمعت منهم جميعا أهمية هذا الكتاب الذي لم يعني من 5-6 سنوات ليس عليه إلا تعليقات بسيطة، لكن تلقته الأمة بالقبول. فإذا هيأ الله لي علماء ربانيين وضعوا بين يدي هذا الكتاب كالشيخ صالح الشامي جزاه الله خير، فأنا افرح أحسن مضيع. لأنه من أكثر مشاكل الشباب اليوم هي عدم تحديد الأولويات وعدم معرفة رسم مسار طلب العلم. فبتلاقيه بكون ماشي بمكتبة بيعجبه عنوان، بيطلع الكتاب يقعد بيقرأ فيه، بيجي العالم بيطلع بكتاب بيقول له حبيبي هذا أنا لسه مش قارئه، لأنه هذا يقرأ بعد 10 سنوات، هذا يقرأ بعد مرحلة معينة. ما فيك تقرأ كتب الجامعة وأنت بعدك بالابتدائي، لازم تمر على كتب الابتدائي بعدين متوسط بعدين ثانوي بعدين جامعة. فهذا من الكتب المهمة لطلبة العلم وللعوام، للجميع أن يمر على هذه الأبواب المباركة وهذه الأحاديث المباركة للبركة. سنقرأ الآية الأولى والحديث الأول ونشرع بإذن الله في الأسبوع القادم بالشرح والتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله: الكتاب الأول الإسلام والإيمان، باب أركان الإسلام والإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. شو قلنا خاء يعني معناها؟ البخاري، وميم مسلم. فالحديث 8 بالبخاري هو هذا الحديث، والحديث 16 بمسلم هو هذا الحديث. نسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا الفضل وهذا الخير، وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا نور حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا ننسى إن شاء الله تعالى أن ندعو إخواننا وأهلنا لحضور هذا المجلس المبارك هذا، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.